أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأحد الموافق 27 أغسطس 27/8/2023. التوقعات هتبتدي تنخرط النهاردة في عمل جاد جدا ومسؤول منه، بغض النظر عن كل اللي انت كنت بتعمله قبل كده. هيبقى في حاجات بتتعلق بيك هتنشأ النهاردة بسبب صراعات عندك في يومك مع زملائك، مع حد من الأشخاص اللي بيشتغلوا معاك أو اللي بيعيشوا معاك في حياتك اليومية. علاقتك مع كل الأشخاص اللي مش بيتظهر ليهم بتظهر قدر كبير جدا من المثابرة عندك، وهيطلب منك كتير من الاهتمام في التفاصيل دي. وهيكون يومك النهاردة هو العدو الأول، هو حالتك المزاجية وحساسيتك اللي بتعتبر كبيرة جدا. عندك عدم قدرة على انك تتجاهل تأثرات كتير سلبية عندك لبعض الأشخاص اللي بيبقوا ليك. حتى النهاردة هتخلق لنفسك مشاكل كتير بسبب الشكوك اللي عندك، واللي هتبقى في معظم الحالات وهيتبين ليك انها مش هتعرف. ممكن يبقى يوم الأحد مناسب جدا وملائم للأحداث اللي بتعتبر سريعة الحركة في يومها في اتجاهات كتير. ممكن تبقى متنوعة عندك مع مجموعة متنوعة من الأشخاص اللي بيبقوا حواليك. هتجري محادثات كتير واجتماعات مع أصحابك اللي هيكون عندهم موضوعات كتير جدا مهمة عشان يناقشوها معاك في اليوم ده. حاول انك بأي تمن تتجنب الصراع اللي ممكن ينتج على الموضوع ده، خاصة مع امرأة في يومك. على الرغم من استفزاز كبير جدا تجاهك بتواجهه مع الامرأة دي، لكن مش هيبقى في نقص في التوتر عندك في اليوم. في معظم الحالات هتكون مرتبطة النهاردة ببعض الأحداث اللي بتبقى حلوة. في مواقف كتير هتبقى عندك وحوادث انت مش متوقعها بشكل كبير. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.